اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. مشكله العيون المنتفخه والهالات السوداء والخطوط الدقيقه اللي بتظهر حوالين العين بتعتبر من اكتر المشاكل اللي بتضايق بشكل كبير البنات والسيدات. يوميا بنصرف فلوس كتير جدا علشان نشتري منتجات علشان نعالج الموضوع ده، في حين ان احنا ممكن بمكونين بس في البيت نوصل لنتائج سريعه جدا ووقتيه. في حلقه النهارده هنستخدم مكونين فقط غير مكلفين تماما واكتر قوة بكتير من اي كريم ممكن تشتريه علشان تعالجي الموضوع ده. الماسك ده بيديكي نتيجة ممكن تشوفيها خلال شهور مع كريمات غالية وبفلوس كتير جدا. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. مكون هنستخدمه وهو القهوة. القهوة بتحتوي على مادة قوية جدا وهي مادة الكافيين. الكافيين اول حاجة بيحمي الخلايا بتاعت الجلد من الاشعة فوق البنفسجية، ده غير انها كمان مع الاستخدام بتبطئ من عملية الشيخوخة اللي ممكن تظهر على الجلد وعلى الخلايا. في نفس الوقت الكافيين بيساعد على شد الجلد، علشان كده بيقدر يخلصني من مشكلة التجاعيد المبكرة. من الفوائد الهائلة للكافيين ان هو بيحارب الجذور الحرة. طيب مش مطلوب منك تعرفي عن الجذور الحرة كتير، ولكن اهم حاجة ان هي تعتبر من المدمرات اللي لما بتكون موجودة في الجسم بتدمر كل حاجة، سواء الجسم نفسه، الاعضاء، الخلايا، البشرة، وبتسبب تلف الخلايا وكمان الشيخوخة بتاعت الخلايا. عشان كده الكافيين لما بيحارب الجذور الحرة فهو اول حاجة ان هو بيقضي على مشكلة التجاعيد، تاني حاجة ان هو بيقلل من مشكلة الانتفاخ، وكمان بيقضي على مشكلة الهالات السوداء بشكل ممتاز جدا. المكون الثاني الرائع واللي انا بعتمده في حاجات كتيره جدا وهو بياض البيض. طيب ليه بالذات اخترت بياض البيض؟ لان هو عباره عن ماده من اقوى المواد القابضه. طيب يعني ايه ماده قابضه؟ يعني ماده بتساعد على شد الجلد وفي نفس الوقت بتساعد على تقليل الانتفاخ تحت العين، ده غير ان هو كمان بيقلل من الالتهاب وبيساعد على تحسين الدوره الدمويه. اول حاجه هحتاج بياض بيضه واحده، تاني حاجه عايزه ملعقتين صغيرين من القهوه، وبركز اني عايزه قهوه مش عايزه نسكافيه علشان في ناس بتلخبط بين الحاجتين دول. وكمان لو كانت القهوه مطحونه لسه جديد، يعني كانت القهوه دي فريش، هيكون افضل وهيدي نتائج اعلى. هنبدا ندمج كويس جدا جدا بياض البيض والقهوه في اي وعاء او طبق صغير ونخلطهم كويس جدا لمده دقيقه واحده. وبعدين لو عندك اي فرشه بس تكون نظيفه او حتى تستخدمي ايدك، هتبداي تاخدي من الماسك ده وتوزعي تحت العين وحول العين، لكن مش فوق العين، انا عايزه تحت العين بس وجنب العين. هتتاكدي انك غطيتي المنطقه كلها كويس جدا، وبعدين هتسيبي الماسك ينشف لمده 10 دقائق. في العشر دقائق هتحسي ان تحت العين بدا يشد بشكل جامد جدا. اصلا لو كنتي بتستخدمي قبل كده البيض او بياض البيض في اي ماسكات هتكوني عارفه الاحساس ده كويس. لكن اللي هيزيد على الاحساس ده ومش شرط يبقى عند كل الناس، انك هتبداي تحسي بشويه كده من الوخز او الشكشكه تحت العين، وده علشان زيادة الدورة الدموية. بعد العشر دقايق ما عدت هتغسلي اما تحت العين او لو عندك اي فوطة نظيفة هتبليها وتمسحي تحت العين. اهم حاجة بعد الماسك ده ان انت تستخدمي مرطب كويس، سواء كان المرطب اللي انت بتستخدميه او انا بفضل زيت جوز الهند كمرطب طبيعي، وده لانه بيتمتع بخصائص علاجية طبية رائعة ومفيد جدا وحاجة طبيعية. فلو كان مفيش مرطب ممكن تستخدمي الزيت ده. استمري على الماسك ده كل يوم، من اول يوم هتشوفي نتيجة لحظية ونتيجة وقتية، ومع الاستمرار هتلاقي ان المشاكل دي انتهت تماما، سواء الانتفاخات او الهالات السوداء او حتى الخطوط الدقيقة. وعايزاكم تكتبولي في الكومنتات ايه النتيجة اللي انتوا شفتوها. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.